يعقد الاجتماع الثامن لقادة دول بريكس هذا اليوم السبت في كوا الهندية، وسلط العالم الضوء على هذا الاجتماع بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس آلية التعاون لدول البريكس. يركز موضوع الاجتماع على إيجاد حلول فعالة شاملة مشتركة، حيث سيناقش قادة دول البريكس كيفية دفع التنمية الاقتصادية قدما ودفع التعاون بين دول البريكس فضلا عن دفع الحوكمة العالمية. مثلا يمكننا التوصل إلى بعض النتائج من خلال التعاون في مجال السكك الحديدية، بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل معهد الشؤون الدبلوماسية والجمارك والأخبار والتعليم والتربية. ونظرا لوجود مشاكل خاصة لكل دولة من دول البريكس، فإننا نأمل في تأسيس آلية تعاون ومن ثم نرى ما يمكننا تحقيقه. تعتبر الاقتصادات النامية محركا هاما للنمو الاقتصادي العالمي، وباعتبار دول البريكس نموذجا تعاوني بين الاقتصادات الناشئة، فإن المجتمع الدولي يتوقع أنها ستساهم في تعزيز مستوى التعاون بين الأعضاء وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي العالمي. طبعا لدينا خلافات، ولكننا نريد أن نتبادل الخبرات الجيدة بين الأعضاء، ويجب أن تضاف التخصصات المحلية إلى هذه الخبرات عند تطبيقها، وهذا ليس الطريق الوحيد في عملية التنمية. سيتبادل قادة دول البريكس وجهات النظر حول التعاون بين دول البريكس وغيرها من القضايا في قمة جوا، بالإضافة إلى ذلك سيجرون مباحثات مع قادة الدول الأعضاء في مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات، وذلك لتعزيز التعاون والتبادلات مع دول المنطقة. لأن الاجتماع سيقود في الهند، فسنسلط ضوء على الحوار مع دول الأعضاء في مبادرة خليج البنغال. أعتقد أن ذلك معقول. لدينا تطلعات أكبر، فمنظمة دول بريكس لن تتطور لوحدها فحسب، بل ستتطور معها الدول والمناطق المحيطة بها.